هلو جايز، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا شفتوا الفيديوز اللي فاتت وتابعتوها كويس وحفظتوا فيها الكلمات وحاولتوا تطبقتوها على قد ما تقدروا. نفس الجمله اللي بقولها لكم طول الوقت، only practice will lose a track. التدريب الكتير هو اللي يخليك تتعلم احسن واسرع، انما ان انت تاخد المعلومات او مجرد فيديو تتفرج عليه وخلاص، ده انت مش هتستفيد بيه حاجه. تمام؟ يبقى اتفرج على الفيديو، معاك نوت بوك صغيره كده بتحفظ فيها الكلمات، بتراجعها طول الوقت، بتراجعها اسبوعيا مثلا، بتقراها كل يوم قبل ما تنام، تصحى الصبح تشوف الدنيا عامله معاك ايه، هتلاقي نفسك فاكرها من غير ما تبذل فيها مجهود كبير في حفظها. بلس ان انت تستخدمها كلمات بس لوحدها مش هتفرق معاك في حاجه، نحطها في sentences، نحطها في جمل نحاول نتكلم بيها. هتقولي مثلا انا ما عنديش حد اتكلم معاه، لا، ممكن في طريقه سهله قوي انا قلتها لكم كتير قبل كده، ان انت بتسجل لنفسك، انت بتعمل ريكورد. تمام؟ بتسجل لنفسك وانت بتتكلم وتسمع نفسك وتشوف البوزز بتاعتك عامله ازاي، الوقفات اللي انت بتعملها، كل مره بتسجل لنفسك وبتمسح وبتسجل تاني، ده اسمه براكتس، ده اسمه تدريب. تمام؟ بتشوف الاكسنت بتاعتك، انت لسانك بيتعود على الكلام بالانجلش، فبيفرق معاك جدا الموضوع ده في فتره قصيره، ممكن في خلال شهر ولا حاجه بتحس ان الانجلش بتاعك اتحسن جدا. طيب التوبيك النهارده عن ايه؟ التوبيك النهارده عن the physical world. the physical world. physical world. ايه physical world ده؟ كلمة physical معناها فيزيائي او جسدي، وكلمة world معناها العالم، بس the physical world مع بعض مش معناها كده، معناها العالم اللي حوالينا، او ازاي اتكلم عن الحاجات الطبيعية اللي حواليا. ساعات مثلا لو انا رحت مثلا اجازة، او رحت رحلة، او رحت بلد معينة، او قاعد كده بعمل meditation او استرخاء، وعايزه اتكلم بقى عن الحاجات اللي حواليا دي، عايزه اتكلم عن الشمس والقمر والنجوم والجبال والمناظر الطبيعيه، ولو في حاجه مثلا زي صحراء، اعصار، هوا، الحاجات دي كلها مبقاش عارف اقولها ازاي، بتقف قدامي عائق. تمام؟ وعشان اتكلم عن حاجه زي دي، عن هوليداي او عن حاجه رحله رحتها، يبقى لازم يكون فيها كل الفوكابس عن الفيزيكال وورلد. فيزيكال وورلد. تمام؟ يلا بينا. اول كلمه معايا في the physical world هي مون. مون معناها القمر، ودي كلمه سهله بنعرفها من كي جي 1. مون مون. وعايزه افكرك بالايديوم او المصطلح الشهير، ان انت لما تكون مبسوط جدا بتقول I am over the moon. I am over the moon. يبقى كلمه مون لوحدها معناها القمر. I am over the moon معناها انا سعيد جدا. For example, I was over the moon when I traveled to Paris. I was over the moon when I traveled to Paris. تمام؟ تاني كلمة معناها sun. sun معناها شمس. sun sun شمس. كلمة stars 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 are are stars معناها نجوم. وفي جملة حلوة قوي ممكن تتكلم فيها لو انت تقولها، يعني لو انت بتوصف حاجة معينة، بتقول I'm camping under the stars. معناها احنا معسكرين او مخيمين تحت النجوم، معناها بيديك جو حلو او جو رومانسي. I'm camping, camping under the stars. I'm camping under the stars. I'm camping under the stars. طيب كلمة تانية اللي هي الكرة الأرضية معناها earth. earth earth معناها الكرة الأرضية. earth earth earth. I love you more than anyone on the whole earth. بحبك اكتر من اي حد على وجه الارض. more than anyone on the whole earth. on the whole earth. طيب ايه كمان؟ كلمة قارة. قارة زي قارة اسيا او افريقيا، اسمها continent. continent 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 continent. في كتير قوي بيتلخبط ما بين continent اللي معناها قارة، وما بين بلد اللي معناها country. country country. يبقى قارة معناها continent زي افريكا او اسيا، و بلد معناها country. country country. طب انا ساعات كده بسمع ناس يقول the country. I'd like to go to the country. لو انا حطيت the قبل country، دي معناها الريف، دي معناها الريف. يبقى عندي continent معناها قارة، country معناها بلد، زي ايجيبت، امريكا، انجلاند، سوريا، دي معناها بلد. لو قلت قبليها ذا تبقى ذا كونتري. ذا كونتري ذا كونتري. مدينه معناها سيتي.
او سيتي، في البريتش لانجويج بننطقها سيتي، في الامريكان لانجويج بننطقها سيتي سيتي سيتي، مدينه باسمها تاون 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 تاون، قريه معناها فيليج 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 فيليج، وفي كلمه شارع معناها ستريت ستريت ستريت، او رود رود رود، ستريت ستريت رود رود. طيب في كلمة حارة، تمام، أو شارع صغير دايما حتى بنواجهها في الآيتس في الامتحانات، اسمها avenue avenue avenue، يبقى شارع صغير كده اسمها avenue avenue. وحارة صغيرة حتى بنستخدمها في السواقة، يقولك خليك ماشي في اللاين بتاعك، لاين لاين، كلمة لاين معناها حارة صغيرة أو شارع صغير، لاين، وكمان بتيجي بمعنى صف صف، يعني أنا واقف طابور أو واقف صف بيتقال عليه لاين 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 لاين. ايه تاني معايا؟ معايا كلمة جزيرة معناها ايلاند ايلاند، ناخد بالنا من الاس سايلنت ومش منطقها، ايلاند ايلاند ايلاند، مجموعة جزر يبقى اقول عليها جروب اوف ايلاندز جروب اوف ايلاندز جروب اوف ايلاندز. محيط معناه اوشن 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 اوشن، وفي فيلم مشهور قوي اسمه اوشن 11 اتفرجوا عليه هيعجبكم جدا، اوشن اوشن معناها محيط. ناخد بالنا من حاجه، ان انا لو حطيت قبليها ذا في الحاله دي مش هنطقها ذا اوشن، لا هتتنطق ذا اوشن ذا اوشن ذا اوشن، لان لو عندي ذا وبعديها اي وورد بادئه فاول، الفاول اللي هو ايه؟ اي اي او يو، في الحاله دي ما بتتنطقش ذا، تتنطق ذا the ocean the ocean the ocean. بحر معناه سي سي سي، شاطئ معناه بيتش 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 بيتش، ساحل معناه كوست 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 كوست، سي بيتش كوست. نيجي في بحيرة معناها ليك ليك ليك، بحيرة معناها ليك ليك. بعد كده عندي نهر river 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 river، شلالات باسمها falls falls، وممكن تقولها waterfall، يبقى ممكن تقولها waterfall او waterfall او falls، بس شلالات falls 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 falls. بما اننا قلنا شلالات، في كلمه برضو بستخدمها في الاجازه كتير، مثلا نافوره، في نافوره جميله قوي اسمها fountain 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 fountain. كلمة جبال اسمها mountains، او لو ننطقها American هتبقى mountain mountain، هروح على التي اكني هقولها واعملها أق. mountain mountain، لو هنطقها British هتبقى mountain mountain mountain، جبال mountains mountains او mountains mountains. سلسلة جبال بيبقى اسمها mountain range mountain or mountain range mountain range mountain range. كلمة غابة ليها كذا معنى، في حاجة اسمها jungle jungle jungle، دي معناها غابة، في كلمة forest 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 معناها برضو غابة، وممكن في كلمة تانية بس مش كامل قوي اللي هي the wood، كلمة wood اللي معناها خشب، لو حطيت قبليها the بتيجي بمعنى برضو غابة، يبقى عندي jungle jungle forest the wood jungle forest the wood، التلاتة معناهم غابة، التلاتة معناهم غابة. ايه كمان عندي هنا؟ عندي كلمة صحراء معناها desert 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 desert، معناها صحراء. وناخد بالنا الفرق بقى بين desert وكلمة حلويات اللي بتبقى في المينيو اسمها desserts desserts desert، يبقى desert و desert desert و desert، في اختلاف كبير جدا، بقولها the desert the desert the desert. طيب كلمة منظر جمالي بيبقى اسمه landscape 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 landscape. ولو انا رايح بتمشى في الصحراء او بتسلق الجبال او بعمل بتنزه يعني، بس في حاجة فيها مشي كتير لمدة طويلة، بيبقى اسمه hiking 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 hiking. طب ايه تاني حاجات عندي في الفيزيكال وورلد ممكن استخدمها؟ حاجات بقى مش لطيفه شويه، زي كلمه مثلا فيضان
فيضان بيبقى اسمه flood 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 flood. كلمة جفاف معناها drought drought drought، يبقى flood flood flood. فيضان كلمة جفاف معناها drought drought drought. ناخد بالنا من الار بتتنطق ازاي، لازم الف لساني لورا وانطقها بشكل قوي جدا. drought 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 يبقى flood drought. كلمة زلزال معناها earthquake 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 earthquake. كلمة بركان معناها volcano 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 volcano. طيب انفجار بركاني بيبقى اسمه volcano eruption volcano eruption volcano eruption volcano eruption. كلمة إعصار معناها hurricane 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 hurricane. على فكرة في كلمة تانية الإعصار اسمها tornado 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 tornado، دي لعبة برضو في لما تروح دريم بارك ممكن تلعبها اسمها tornado. طيب ايه الكلمات اللي انا ممكن اوصف بيها الجو او العالم الجمالي اللي حواليا؟ ممكن استخدم beautiful beautiful pretty pretty breathtaking معناها خلاب او رائع breathtaking breathtaking amazing 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 wonderful 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 واو واو واو. كل ده معناه جميل او رائع او وهمي، تمام كده. ممكن استخدم expression زي out of the world out of the world معناه جميل جدا او رائع. ممكن لو الدنيا صافية والجو والمية جميلة والسماء صافية ممكن استخدم clear it's very clear clear clear. ممكن استخدم نقي معناها pure 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 يبقى clear pure clear pure. كل ده ممكن استخدمه وانا بتكلم عن the physical world the physical world. اتمنى كل واحد فيكم راح اجازة معينة، عايزاكم تبدأوا ان انتوا تعملوا جمل تتكلموا فيها على العالم اللي حواليكم، وياريت لو في تعليقات وانا صححها لكم. هطلب منكم حاجة كمان، حاولوا تدوروا على صفات اكتر وتفيدونا بيها زي ما احنا بنفكر في الفيديوز دي. لو عجبك الفيديو ما تنساش share like subscribe to my channel. thank you a lot. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير على الفيسبوك، ولو متابعني على اليوتيوب وحاسس ان الشرح بسيط عليك وبتستفيد فعلا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل البتاع اللي بيقولوا عليه ده جرس التنبيه، ما تنساش.